هل يغفر الشرك الأكبر دق شرك جاشت أشدويت إش ألا حتى القوام دلج لا يغفر إذا مات عليه تنا الله جاشت أشداس نقاسنا تضيع إله لقوله تعالى لقولج الله ألق إن الله لا يغفر يشرك به بقول شاقياش ديش ما مات شيطاني ناق واسطور شرك در وإذا تاب منه يغفر له أما دي دنيا انشو عوشتو توب دع ضحكو والا جيش دي دوتن لقوله تعالى لقولج الله ما ألر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أعال يا محمد أعال شي ضغمشنا ظلم دين بولش بولناخ عيسل قنواش ليتن خل بولش بولناخ تعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله تعالى الله قنهي مغضوك مدليل إن الله يغفر الذنوب جميعا بقول الله مسو قنو أشجاش ديش مو إنه هو الغفور الرحيم بقول الله قنهي موئزة جاش ديش موئز ما لم تطلع الشمس شمس من مغربها مالغ مالغ بوزيرة حلبالة جاش ديش دقهور تغنى لقوله صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم ما قالر لا تنقطع الهجرة هجرة دعخيد مدات حتى تنقطع التوبة توبة دعدالت توبة دعخادلت توبة نعا يلا نقهورة تغنى چوحسة مالدو دين مالو ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها التوبة نعدا قويلا ما يهتس مالخ مالغ بوزيرة حقوش بالت اتصاح تقاه چلتا توبة نعيلا نهورا لينا دوخ كوالا تيوارزا مش شرك داش ولاها اما توب داح تونا الله هو آية عبوخ سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن اتنا غنا توبة قابل ليش دهتون تير توب تير دوخ كوالر إش ملش برا عيس ليل قنواش ليتن كفر شرك بدع قيد عميل دلشت القنواش ليتن ولر إما دئنا ولر جارج مواخنا ها إني تبت الآن تسوهو أولا هيت توب ديخشار بلغل ما ديال لعشا دعقلغ شوي لاشوي شي سأيوش دوي اتحولا ها دين دولش توبة حلخي نقعسن إيمان دلن إواتع حلخي تقويرزن إواتع تتاقي توبة الله قوبل داش تحت شابو والله أعلم.